جيد جدا. أنا بودي أنه فقط أنقل هذه القضية وتنتهي، والمشاهد الكريم فليفهم عند ذلك نهج بني أمية ونهج شيخ الإسلام الأموي، أو شيخ الإسلام بني أمية شيخ الأمويين ابن تيمية، ماذا تعامل مع هذه السنة النبوية؟ من أحبني فقد أحب عليا، ومن أبغضني فقد أبغض عليا. انظروا إلى تقييم ابن تيمية، انظروا إليه، منهاج السنة المجلد الرابع صفحة 155، يقول: ولهذا، بودي أن تخرج العبارة والمشاهد الكريم يلتفت إليها، ولهذا كان الذي قتل عمر، يعني الخليفة الثاني، كافرا يبغض دين الإسلام ويبغض الرسول وأمته، فقتله بغضا للرسول ودينه وأمته. إذن من يقتل الخليفة، من قتل الخليفة الثاني فهو ماذا؟ كافر منافق. نعم. والذي قتل عليا كان يصلي ويصوم ويقرأ القرآن. لا إله إلا الله. والله هذا كلام لا يصدر، لا أعلم، لا يوجد عندي تعبير أعبره. والله هذه أشد من الأموية تطرفا. يا أخي، هل يوجد أحد يقول من قتل عمر كان كافرا منافقا، ومن قتل عليا الذي حبه حب الله وبغضه وأي بغض أشد ماذا من قتل إنسان من القتل. يقول كان مؤمنا يصلي ويصوم ويقرأ القرآن بعد، وقتله معتقدا أن الله ورسوله يحب قتل علي. هذا الرجل كان من يقول اجتهد فأخطأ، ولكن هكذا يريد يقول كان يتصور أن قتل علي هذا محبوب. أنا لا أعلم أن الخوارج لم يقولوا هذا الكلام. بيني وبين الله فليدلني أحد ممن يدافع عن الشيخ ابن تيمية أن الخوارج أين قالوا هذا، أن ابن ملجم قاتل علي إنما قتله معتقدا أن الله ورسوله ماذا يحبه، ثم قال: وفعل ذلك محبة لله ورسوله في زعمه، وإن كان في ذلك ضالا مبتدعا بالي، وإلا مسلمون مؤمنون تقرب إلى الله، ولكنه صدر منه ماذا؟ اشتباه منافق.